انطلقت في غزة هذه المرة تحديدا مبادرة بنت ريفنا بتكبر بهمتنا، والتي تم تنظيمها من قبل مركز صحة المرأة التابع لجمعية الهلال الأحمر، حيث تسعى لرفع مستوى الوعي المجتمعي للمرأة الريفية وتمكينها وتعزيز مشاركة النساء الريفيات الاجتماعية. المبادرة جاءت ضمن ثلاث مبادرات شبابية مثل مبادرة الشراكة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة لأجلكم نسعى، ومبادرة صحتنا بتنظيم أسرتنا. ولمعرفة المزيد عن مبادرة بنت ريفنا وهدفها وما هو واقع المرأة الريفية في غزة، تشرفنا عبر الأقمار الصناعية من غزة داليا النحار منسقة المبادرة. صباح الخير داليا. صباح النور. صباح الخير يا سيدة داليا. طبعا نتحدث عن تفاصيل المبادرة، لكن أولا يعني نحب نعرف أنه الدافع اللي دفعكم للاهتمام بالمرأة الريفية أعتقد هو واقع المرأة الريفية. صحيح أنه قطاع غزة خاصة المناطق المهمشة في شمال قطاع غزة، هناك سيدات ريفيات يعيشن واقع مرير ضوء التهميش الواقع عليهم سواء اقتصادي أو إنساني أو سياسي من جميع الأصعدة نظرا لقلة مصادر المعرفة لديهم. طيب داليا، خبرينا كيف إجت فكرة المبادرة؟ المبادرة جاءت فكرتها فكرة شبابية مجتمعية. جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة نفذ تدريب لمجموعة شباب وشابات مبادرات مهتمين في قضايا المجتمع المحلي خاصة في المناطق المهمشة. أثناء التدريب خرجوا بمجمل ثلاث قضايا مجتمعية مهمة تمس الواقع في قطاع غزة. كانت من ضمن أحد هذه القضايا هي قضية المرأة الريفية وطرق تمكينها خاصة في ظل الحصار وظل التهميش وقلة الوعي لدى المرأة الريفية. من هنا اجتمع الشباب والشابات وخلصوا إلى إطلاق هذه المبادرة، وتم تنفيذها في مناطق الشمال في مناطق الريف. طيب يعني واقع المرأة الريفية واقع مرير مثل ما فهمنا من حضرتك، إذن على ماذا تعمل المبادرة أو كيف من خلال هذه المبادرة تستطيعون أن تمكنوا المرأة الريفية؟ ما هي الطرق؟ على ماذا تعملون؟ بالنسبة للمبادرة، خلال هذه المبادرة تم تنفيذ عدة أنشطة نوعية لتسليط الضوء أولا على واقع المرأة الريفية، وثانيا لزيادة الوعي لدى المرأة الريفية بمجمل حقوقها التي تجهلها المرأة في تلك المناطق. من ضمن الأنشطة التي تم تنفيذها في مناطق الشمال، تم تنفيذ عدة لقاءات وورش توعوية داخل مؤسسات قاعدية في مناطق الشمال بحضور عدد كبير من سيدات المنطقة في الريف. هنا في خلال هذه الورش تم تسليط الضوء على مجمل الحقوق المسلوبة على تلك المرأة وأهمية وعيها وحصولها على تلك الحقوق، كما وتم إصدار فيلم وثائقي عن حياة مرأة ريفية تعيشها المرأة الريفية في منطقة الشمال من الصباح حتى نهاية دوامها، وكيف هذه المرأة تقوم منذ الصباح بالعمل والجهد لتلبية احتياجاتها دون وعيها بأدنى حقوقها سواء حقها في التعليم، حقها في عدم الزواج المبكر، حقها في المباعدة بين الولادات، حقها في المشاركة السياسية، حقها في دورها الفاعل كمرأة لها جزء كبير في المجتمع المحلي. حقوق كبيرة تجهلها تلك المرأة، فمن هنا خلصت الأنشطة على تسليط الضوء. كما تم عمل نزول على الأراضي والمساحات الخضراء حيث تعمل هناك السيدات، وتم نزول المبادرين وتم توزيع البروشورات وعمل لقاءات صحفية ولقاءات توعوية مع هؤلاء النسوة، كما تم توزيع الهدايا والمصادر المعلومات على تلك السيدات. نعم داليا، يعني هذه المبادرة تقريبا كانت من جباليا في شمال قطاع غزة، شو هي أكثر المناطق اللي تم تسليط الضوء عليها فعليا يعني غير اللي هي جباليا؟ وكيف أنتم بتتواصلوا مع المرأة في الريف وقديه في إقبال على هاي المبادرة؟
هي المبادرة تنفيذ جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة. التنفيذ كان ضمن مشروع الحد والاستجابة للزيادة في العنف المبني على النوع الاجتماعي بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة. التنفيذ كان يستهدف المنطقة في شمال قطاع غزة، ليس نعم. جباليا فقط، كل شمال قطاع غزة، سواء بيت لاهيا، بيت حنون، جباليا، نعم. كل منطقة الشمال. تم تنفيذها من خلال مركز صحة المرأة. نعم. الفئة المستهدفة طبعا فئة كبيرة في مناطق الشمال، لأن السيدات هناك مهمشات، هناك عادات وتقاليد تستدعي تهميش المرأة الريفية. نعم. من هنا كان تسليط الضوء ونشاط المبادرين على تلك المنطقة، وتم تنفيذ نعم. هناك الأنشطة، وسيتم استمرارية هذه الأنشطة تبعا لتنفيذ هذه المشاريع بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة. طيب سيدتي الفاضلة، يعني احكي لنا كيف كانت مهمتكم أنتم؟ لي أسأل هذا السؤال لأنه دائما المدن الريفية أو المناطق الريفية تكون ملتزمة ببعض القيود اللي طبعا نابعة من عادات وتقاليد، فكيف كانت مهمتكم؟ هل كان هناك مشاكل واجهتكم؟ هل التواصل كان جيد معكم؟ هل كان هناك إقبال يمكن كما ذكرت روان بالنسبة للنساء ويعني متحمسات لأن يعرفون أنه حقوقهم يتعلموها ويطالبون بها في المستقبل؟ هي أحد المعيقات هي العادات والتقاليد التي تسود مناطق الشمال، لكن أثناء الجهود الجبارة التي بذلها المبادرون والشباب المتطوع والمبادر، تم التنسيق من خلال جمعيات محلية قاعدية في مناطق الشمال في المناطق المهمشة. من هنا يتم استدعاء الفئات أو يتم التنسيق مع الفئات المهمشة لزيادة وعيهم أو الحديث معهم أو لعمل لقاءات أو ورش توعوية حتى يتسنى لنا تسهيل العمل. بالنسبة لتنفيذ العمل كان هناك جهود من قبل المبادرين، لكن المخرج الأساسي كان هناك تغيير في أفكار أو الفكر السائد لدى السيدات. كان هناك جهل تام بحقوقهم الأساسية، أدنى حقوقهم الأساسية سواء الصحية الاجتماعية السياسية، حقهم في عدم تزويجهم قسرا مبكرا، حقها في الميراث، حقها في التصرف في الميراث. هناك جهل تام لدى السيدات وهناك خجل في البوح عن الحديث هذا أصلا. فهنا بدأ الحديث جنبا إلى جنب، السيدة جنبا إلى جنب الذكر، هناك دور متبادل بين الذكر والأنثى. فخلصنا إلى تنفيذ المبادرات ليس فقط تتضمن النساء وأيضا تتضمن الرجال لزيادة وعيهم. هناك أنثى نصف مجتمع من حقها أن تختار، من حقها المباعدة بين الولادات، من حقها أن تشارك سياسيا، من حقها أن تجد بالنهاية مخرج جميل في نهاية يومها. طيب داليا، يعني مع وجود مثل هاي المبادرات، مبادرات كثيرة كمان بتتعلق بخلق روح القوة والطموح لدى المرأة خاصة كمان في غزة، انت شايفة انه هاي المبادرة قدرت فعلا تخلق عند المرأة الريفية روح المطالبة بحقوقها واصبحت فعلا حابة وعارفة وفاهمة شو هي بدها وشو هو طموحها بالمستقبل؟ السيدات الريفيات خاصة الأصغر سنها سنا نجد أن هناك إقبالا شديدا، وعي كافي، لكن السيدات الأكبر سنا لاحظنا أنه هناك خوف من عادات والتقاليد أو خوف من البوح بالحقوق أو استمرارية الحياة تتطلب منها التنازل. لكن أثناء هذا العمل وجدنا أنه يجب أن يكون هناك استمرارية في تنفيذ الأنشطة، ليس مبادرة خلال مدة زمنية محددة وانتهاء تلك الأنشطة. لذلك في جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة تم الحديث على استمرارية وأهمية الاستمرارية في تلك الأنشطة حتى نصل إلى المخرج الأساسي والوعي الأساسي لدى المرأة الريفية، وهذا يتطلب جهد أكبر وتكاثف أكبر، ولكن بالنهاية أتصور أن النتيجة سوف تكون لصالح تلك المرأة. نعم. يعني وهل هناك ثقة
موقف زمني يمكن وضعتوه أنتم يعني تحقيق جميع أهداف هذه المبادرة على المدى القريب وعلى المدى البعيد؟ بالنسبة كسياسات الجمعية وسياسات الممولين، يتم تنفيذ تلك الأنشطة بوضع سقف زمني، لكن إيمانا بالمبادرين وإيمانا بنشاط الشباب وإيمانا بالجمعية وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة بأهمية تلك المبادرات، يتم استمراريتها خلال أنشطة مشاريع أخرى. هكذا تتم، يعني كل سنة تتم شراكة جديدة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلالها تتم لقاءات وورش توعوية وإنتاج أفلام وثائقية وإنتاج صفحات فيسبوك إلكترونية وتوزيع مادة إعلانية مصورة ومكتوبة للسيدات وتثقيف السيدات واستدعائهن لعمل ورش لهن، كما يتم عقد ورش نفسية للحديث عن ضغط النفسي وتفريغ السيدات نفسيا. هناك استمرارية في الأنشطة ضمن الجمعية في المنطقة، لكن المبادرة تتم تنفيذها ضمن خطة زمنية مدروسة ومعدة مسبقا. نعم. طب داليا، كلمينا أكثر عن دور السوشيال ميديا في توعية المرأة الريفية والمرأة بشكل عام في قطاع غزة. هل فعلا لعبت دور كبير حتى توعي المرأة، وخلال كمان من خلال كمان المبادرة ومن خلال اللي هي الأفلام الوثائقية القصيرة؟ نعم، بالنسبة لواقع قطاع غزة، دور السوشيال ميديا هناك دور كبير، حيث أن أغلب الأفراد في قطاع غزة يهتمون بمتابعة صفحات الفيسبوك أو الإنستغرام أو التويتر. هناك تتابع كبير من قبل الأفراد، لذلك اهتممنا في دور السوشيال ميديا، من ضمنها عمل إطلاق صفحة إلكترونية تهتم بواقع المرأة الريفية، تزيد من وعي المرأة الريفية. الصفحة الإلكترونية تم تمويلها لتصل لأكبر عدد ممكن لسيدات قطاع غزة. تم تنزيل المواد الإعلامية والمواد الثقافية على عبر تلك الصفحة. تم إنتاج أفلام وثائقية عن الحياة للمرأة الريفية، عن دور المرأة الريفية، أهمية زيادة وعي المرأة الريفية، دورها في جميع نواحي، حيث أنها تمثل جزء كبير من المجتمع الغزي أو المجتمع الفلسطيني، لها دور فاعل يجب عدم تغافله في المنطقة. لذلك تم توظيف سواء في مبادرات أخرى، إطلاق حملات تويتر، إطلاق صفحات إلكترونية، تمويلها، تنزيل تغذية هذه الصفحات باستمرار في المواد التثقيفية، وأتصور أن هناك إقبال وتغيير في الواقع. نعم. الفكري لدى السيدات. نعم. عن طريق تلك. نعم سيدة داليا، طبعا مع التمسك بالحياة الريفية، لأنه المرأة الريفية لها أهمية حقيقة. يعني يمكن إحنا لا ننسى في سنوات أو قبل جيلين تقريبا الهجرة اللي حدثت من الريف إلى المدينة، وكيف أثرت طبعا على دول مختلفة بسبب كثير من الدول تعتمد في اقتصادها على الزراعة. على العموم إحنا نشكر تواجدك معنا سيدة داليا النحال، منسقة المبادرة. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفة كريمة معنا عبر الأقمار الصناعية من غزة. شكرا داليا.